الاستحواذ الكبير اللي كان للمنتخب العماني في شوط المباراة الأول، ملعوبة خلفون يحاول داخل منطقة الجزاء، والكرة أيضا في وجود صافرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري. خلفان إبراهيم خلفان يدخل داخل منطقة الجزاء ويتحصل كما تحصل على أول أهداف الدورة، في أول أهداف الدورة كانت هذه التمريرة. وشوفوا الجمال في كرة خلفان إبراهيم، حاول يمر هنا وهنا، لمسة اليد، هل حسبها لمسة اليد؟ هل حسبها للكرة المشتركة بين عبد السلام عامر أو بين محمد المسلمي؟ محمد المسلمي وخلفان إبراهيم، خلفان تسبب في ركلة جزاء للمنتخب القطري أمام الإمارات، وها هو يتسبب هنا في ركلة جزاء للمنتخب القطري أمام المنتخب العماني، وهي على محمد المسلمي. ركلة جزاء. حكم اللقاء احتسبها بهدوء، التنفيذ أيضا مع خلفان إبراهيم خلفان. خلفان ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري، نفذ بهدوء في مرمى المنتخب الإماراتي وسجل. خلفان يتقدم في مرمى المنتخب العماني وسجل هدف لقطر، هدف في الدقيقة العاشرة، في الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الثاني، أفضل لاعب آسيوي يسجل في مرمى المنتخب العماني، هدف أول على يمين مازن الكاسبي، هدف يحيي أمال الجمهور القطري، هدف بثقة كبيرة من هذا النجم الكبير. وخلفان إبراهيم خلفان كما كان والده إبراهيم خلفان متألقا ونجما وصانع لعب حقيقي في منتصف الملعب، هنا خلفان يأتي ليس فقط ليصنع اللعب وليصنع ركلات الجزاء لفريقه، ولكن ليسجل ركلات الجزاء ويسجل هدفه الثاني الشخصي في البطولة، ويتصدر هدافي البطولة خلفان إبراهيم خلفان. خلفان إبراهيم خلفان